بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم محمود أبو دنيا، قناة المتميز للتكنولوجيا. النهاردة نستعرض مع بعضينا، نفتح صندوق ميكروسكوب لصيانة الموبايلات. ولسه واصل من سوقكم حوالي يومين، أنا جربته وشغلته وتمام. حبيت أفتح الصندوق معاكم وإن شاء الله بإذن الله هنعمل له استعراض بعد كده مع بعضينا، اوريكم ازاي التعريفات شغلوها ومميزاته لما استعمله، اقول لكم هو عامل ايه. سواء استعملته هو كويس بس لسه طبعا مع الوقت هيبان اذا كان كويس ينفع نشتريه ونستخدمه في صيانة الموبايلات ولا لا. النهارده نفتح الصندوق، بسم الله. زي ما انتم شايفين ادي الميكروسكوب، هو بسيط وصغير. ده بيشتغل على لاب، وفي منه بيشتغل في شاشة، استخدمته هو جهاز كويس جدا بالنسبه للناس اللي شغاله هتشتغل في الموبايلات او شغاله في الموبايلات. لازم يبقى معاها ان بيبان خطوطه وبيبان حاجات بتبانش بالعين المجرده. بنصح كل واحد شغال في الصين انه يشتريه. ده شكله هو بسيط جدا وصغير وممتاز بصراحه. انا استعملته ممتاز وكويس، طبعا في حاجات اغلى بس ده المتوسط، يعني الحاجه اللي كويسه، يعني سعره ما بيتعداش 800 جنيه. انا 650 750 اقصى انا جبته من على السوق وشحنته. لسه واصل وانا بستعرضه معكم. ادي الجهاز ودي القعده. القعده صغيره، وعيب ان القعده صغيره بس، لو في لو كانت القعده كبيره شويه كان يبقى افضل عشان تقدر تستخدمه. دي قطعه ودي قطعه وادي قطعه تاني وادي القعده. بيجي مع اسطوانة التعريفات موجودة اهي، بيشتغل على اكس بي وعلى 7 بكل سهولة، مع برنامج كويس جدا بياخد صور ممتاز. بس هو ده اللي في الكرتونة بتاعته، مفيش حاجة تاني. هو الجهاز بصراحة كويس وممتاز، ده عايز يستخدمه في صيانة الموبايلات. وادي الكرتونة وادي الجهاز، وزي ما انتم شايفين انا اسف ان التصوير ضعيف شويه مصار بالتليفون، بس ان شاء الله هنجيب كاميرا ان شاء الله دينو، وان شاء الله باذن الله هنستعرضه وهنوريكم بيشتغل ازاي وانا بنعرفه ازاي. هو ده اول فيديو ليا، انا ممكن ما اكونش بصور كويس او كده، بس بنحاول نفيد، مش هدفنا التصوير ولا التسويق. وادي الجهاز، هو ده الجهاز اللي موجود على السوق، وانا شحنته وصل لي الحمد لله واستعملته. الجهاز كويس جدا، وهصور ان شاء الله فيديوهات تاني وهوريكم تصويره ازاي، بحيث اللي حب يشتريه يبقى يشتريه، اللي ما حبش عايز حاجه اعلى عايز حاجه غيره براحته بقى. بس احنا عايزين نفيد الناس، لان انا حاولت اشوف فيديوهات ليه ما لقيتش حد عرض فيديوهات مفصلة بالنسبة ليه، فانا هحاول برضو اعرض فيديو تاني عن طريقة استخدامه وهتشوفوه عملي ان شاء الله. والجهاز اهو. واشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمود ابو دنيا، قناة المتميز للتكنولوجيا.